لو انت استخدمت السماد ده او اي نوع تاني من انواع الاسمدة مش هيجيب معاك اي نتيجة خالص، لازم تفكر بشكل مختلف، ولازم كمان تبقى عارف احتياجات النبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي ومتابعين قناة زرع 24، اهلا بكم في موضوع جديد. النهاردة اتكلم عن سماد عضوي، سماد موجود في كل بيت، من السهل جدا ان احنا نجهزه في وقت بسيط والنبات هيستفيد منه بشكل كويس. بس خليني في البداية اقدم لك بعض النصائح المهمة جدا اللي مفيش حد يقولها لك في اي مكان. كلنا طبعا بنستخدم اسمدة وبنشوف اسمدة كتير على اليوتيوب، كل الناس بتعرض نوع من انواع الاسمدة كل يوم باشكال مختلفة، ولكن الناس كل يوم تاخد الاسمدة وتبتدي ان هي تحطها للنبات، وفي اغلب الاحيان بنلاقي الاسمدة دي ما جابتش معانا اي نتيجة خالص، او بمعنى صح ما فيش اي تغيير على النبات. ولكن خليني اقول لك على بعض النصائح المهمة جدا، النصائح الذهبية اللي ما فيش حد هيقول لك في اي مكان تاني. استخدام الاسمدة ليه ضوابط محددة، وما ينفعش ان انا كل يوم اشوف نوع من انواع الاسمدة واجيبه وحط في النبات وفي الاخر ما لاقيش اي فايدة ولا اي نتيجة خالص. استخدام الاسمدة ليه ضوابط محددة لازم نتبعها علشان ناخد اكبر استفادة للنبات. اولا يعني عمر النبات بيتحكم في نوع السماد، يعني استخدام السماد للشتلات الصغيرة عمر يوم او عمر اسبوع، غير استخدام السماد للشتلات اللي عمر شهر وعمر شهرين، وكمان غير الاشجار المثمره غير نباتات الزينه. كل نبات في عمر محدد ليه نوع من انواع الاسمده لازم نمشي عليها كويس علشان يستفيد بشكل ملحوظ والسماد يجيب معانا نتيجه كويسه. وكمان في عامل تاني بيتحكم في نوع السماد، حاله النبات الصحيه، يعني اذا كان النبات في اصفرار في الاوراق، في ضعف في النمو، بيحتاج نوع معين من العناصر الغذائيه اللي بتديله دفعه وبتديله نمو بشكل كويس. وياريت تشاركنا في التعليقات وتكتب لي اي نوع من انواع الاسمده الطبيعيه اللي انت استخدمتها وجابت معاك نتيجه بشكل ملحوظ علشان الكل يستفيد واحنا كمان نستفيد. المهم ان انا هكلمك النهارده عن سماد كلنا عارفينه وكلنا بنستخدمه، بس النهاردة هنتكلم عليه بشكل تاني مختلف. هنتكلم عن طريقة الاستخدام وأضراره، وإمتى نستخدمه للنبات عشان نستفيد منه بشكل كويس جدا، وإمتى كمان ما نستخدموش عشان ما يسببش ضرر للنبات. سماد الخميرة والعسل، هنتكلم الأول إزاي إن احنا نجهزه بشكل صحيح والمقادير بتاعته اللي مش هتسبب ضرر للنبات والنبات كمان يستفيد منها بشكل كويس. في البداية خالص هنحتاج 2 لتر مية، 2 لتر مية هنحط عليهم كيسين من أكياس الخميرة الفورية، وكيس الخميرة الفورية الواحد وزنه 10 جرام، يعني كده هنحتاج 2 لتر مية و20 جرام من الخميرة الفورية، ونحتاج معهم كمان عسل اسود او دبس العسل، لو مش متوفر عندك ممكن نستخدم بداله السكر العادي، وكمان هنستخدم الخل الابيض الطبيعي. زي ما انتم شايفين الخل العادي خالص اللي احنا بنستخدمه في المطبخ. هندوب في البداية خالص كيسين الخميرة الصغيرين اللي هما كل كيس 10 جرام في 2 لتر مية، وبعدين ربع معلقة عسل صغيرة زي ما انتم شايفين على اللتر، وهنحط كمان ربع معلقة تاني يبقى نص معلقة كاملة على 2 لتر، ولو مش متوفر عندك عسل هنحط نص معلقة سكر على 2 لتر مية، وبعدين هنضيف معاهم ربع معلقة خل زي ما انتم شايفين. طبعا الخل هنتكلم دلوقتي عن الفوائد بتاعته بالنسبة لسماد العسل والخميرة، وبعدين هنغطيه بكيس بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين، بس انا حبيت اضيف معلومة علشان انا ممكن اكون نسيت ما اقولها. المية اللي احنا استخدمناها 2 لتر مية يفضل انك انت تستخدم مية تكون درجة حرارتها مرتفعة حاجة بسيطة، يعني مية تكون دافية شوية علشان يبقى في تفاعل اكتر للكائنات الدقيقة داخل الخميرة والخميرة تتفاعل بشكل اسرع. وبعدين هنعمل فتحة صغيرة عشان ندخل بس اكسجين للخميرة عشان الكائنات الدقيقة داخل الخميرة، وكمان عشان ما يحصلش فوران داخل الاناء اللي احنا مستخدمينه. وهنا بعد مرور ربع ساعة بالظبط زي ما انتم شايفين طبعا الخميرة تفاعلت بشكل اسرع، طبعا عشان خاطر العسل وعشان خاطر كمان المية درجة حرارتها كانت مرتفعة شوية. طبعا بتختلف طبعا الخميرة لو درجة حرارة منخفضة بتأخر شوية في عملية التخمر. وعلى فكرة المشروب ده صحي جدا، يعني ممكن اي حد يشربه لو عنده مشاكل في الانيميا او عنده نقص في الحديد، وكمان لو عنده سوء في الهضم او عنده انتفاخ بيريح المعدة، وفي عناصر كمان كتير بتفيد الجسم. المهم تعالى نتكلم عن الفوائد الموجودة داخل سماد الخميرة والعسل. اولا يحتوي على فطر السيتوكينين والاحماض الامينية والفيتامينات، دي بتساهم في تنشيط ونمو الجذور بشكل كويس جدا، وبتخلي الجذور تمتص العناصر الغذائية الموجودة في التربة بشكل قوي. وكمان بيحتوي على عنصر النيتروجين وعنصر الفوسفور. عنصر النيتروجين ده بيحتاجه النبات في بداية النمو، يعني كل الشتلات الصغيرة والشتلات اللي هي لسه في بداية النمو بتاعها لازم نستخدم معاها سماد الخميرة والعسل، لأن النبات في بداية النمو بتاعه بيحتاج نمو خضري وبيحتاج جذور قوية عشان يقدر يمتص كمية كبيرة من الغذاء داخل التربة. مفهوش ثمار
مفهوش أزهار، مش محتاج أي نوع من أنواع الأسمدة التانية. بقيت العناصر الموجودة داخل سماد الخميرة تعتبر موجودة بنسب بسيطة، فعلشان نستفيد من النبات لازم إن احنا نضاعف الكمية ونديله سماد خميرة وعسل على فترات متقاربة عشان نحس فرق ملحوظ داخل النبات. لو هنتكلم على السريع على أهم أضرار سماد العسل والخميرة، فطبعا الخميرة عشان تنشط بشكل كويس هتحتاج يعني معاها سكريات سواء كان عسل أو سكر. العسل والسكر بيؤدي إلى مشاكل في التربة ويسبب أضرار منها تعفن وفطريات في الجذور، فعشان كده ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نخف استخدامه بشكل كويس جدا، لانه اضراره ممكن تتساوى مع المنفعة اللي هو ممكن يقدمها لنا. وكمان سماد الخميرة بيحتوي على نسبة كبيرة من غاز الإيثيلين اللي بيضر بالنبات بشكل كبير لو احنا استخدمناه على فترات كثيرة. المشكلة كمان كبيرة لو انت زرع طماطم عندك، رائحة الخميرة بتعمل جذب لدودة اللي هي التوتا ابسوليوتا اللي هي طبعا بتسبب اضرار كبيرة في ثمار الطماطم. ما تنساش لو انت تستخدم سماد الخميرة والعسل تضيف معه الخل زي ما احنا ضفنا في الاول عشان خاطر نمنع انتشار الامراض الفطرية داخل التربة. وده كان الموضوع باختصار، اتمنى يكون موضوع النهاردة فات حضراتكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.